عاوزك تشوف لي الحالة اللي في 206 إذا كانت تعمل عملية الصبح ولا لا. اللي فهمته إن كوست العملية مش هيقدروا عليه. مش مهم. صندوق اللي عامل المهندس نادين فيه فلوس الحالات اللي زي دي. أوكي هطلع أشوف الحالة وأبعت لسيادة التكفيل. أوكي شكرا. دكتور شديد في حد جوه في انتظار حضرتك. صدقت كلام أخوك عني؟ أخوك هو اللي كان خاطفني ولما هربت من حبسته جيت لك على طول عشان تشوف لي حل معاه وطمني على بنتي وحشتني. بتبص لي كده ليه؟ قلت حاجة عيب ولا غلط؟ ولا هو حرام إن بنتي توحشني وتجيلك عشان تخليني أشوفها؟ أنا فكرت أروح لك على البيت بس قلت بلاش أجيلك هنا أحسن عشان نعرف نتفاهم مع بعض. نتفاهم على إيه؟ أنت مش عارفة أنت عملت إيه في بنتك؟ عارفة أكيد عارفة بس هصالحها لما أشوفها وهي أكيد هتسامحني. ما كانش قصدي يبقى دمي تقيل معاها كده لما جت تسلم عليا بس اخوك هو السبب. تصرفاته معايا هي اللي بتخليني اعمل كده. تصرفات اخويا؟ انت بتستعبط يا رشا. وفي ايد اروك. انا مش جايه لك عشان نستفز بعض. انا جايه لك عشان انت راجل عاقل محترم وهتفهم كلامي وتستوعبه كويس. وعشان انا زهقت لدرجة اني بفكر انتحر. اه والله انا ما بقولش اني ما غلطتش. غلطت بس مش معنى اني غلطت اني افضل طول حياتي هدفع تمن غلطتي دي. خلاص هو مش عايز يرجع لي هو حر بس يسيبني اشوف بنتي ومش كل شويه يخلي رجالته يخطفوني في اماكن مقرفه وطول الوقت يهددني بالقتل. أنا رجعت نفسي وفكرت كتير ولقيت نفسي غلط. اه والله أنا مش عايزة حاجة. مش عايزة أي حاجة. مش عايزة فلوس ولا الشركة ولا أي حاجة خدها مني. أنا عايزة بس يسيبني أشوف بنتي أخدها كده في حضني. عايزة أشوفها النهاردة بأي طريقة. أنا مش عارفة أنا كنت بعمل كده إزاي. سيبها على طول مع الناني بتاعتها تعمل لها كل حاجة. إزاي ما كنتش باخدها في حضني وأدلعها. بس هتغير. هتغير جدا. هعمل لها كل حاجة. أنا اللي هأكلها وهجربها وهذاكر لها وهلعب معاها كل حاجة. وأنا كمان هبطل أخرج وأسهر وأشرب. حتى السجاير هبطلها. والكوك بقى أنت تعالجني منه. هي أصلا كمان للكوك؟ خليني شندم اني قلت لك. انا نفسي ارجع رشا بتاعت زمان. فاكرها؟ فاكر رشا لما اتجوزت نديم كانت عامله ازاي؟ كانت حلوه مش كده؟ مش مهم. يلا بينا؟ يلا بينا على فين؟ انت مش وعدتني توريني لوجي؟ وعدتك؟ ايه؟ بقيت تنسى؟ ولا رجعت في كلامك؟
ولا تكونش خايف من نديم او مشترك معاه في الكذبه بتاعت اني سافرت دي، او هتكون قلت لها اني مت. قلنالهاش انك مت، زوجي هي اللي ايوه بقى افتري بقى في الاشتغالات، قولي بقى الكلام اللي ملوش معنى ولا لازم ده خالص. دي إشاعة أخوك مطلعها هو وعماد القط. عماد القط ده ضواطي باخد بسجارة. أنا لما أشوف نديم أحكي له كل حاجة، بس الأول يلا بينا نروح للوجي. Your brother's on the phone. Thank you, Salo. You're welcome. أيوة مفيد. إمتى؟ مفيد خليها عنك ما تتحركش. أنا ما شفت سكة وجاي لك. مع السلامة. حبيبتي لازم أقوم حالا. هكلمك. ما تناميش غير لما أجي. مين شطور بياكل لوحده؟ شيل روحي انا. زي ما قلت لك حالة شوك مأثرة عليها وخليها مش مستوعبة اللي حاصل. يعني لو اتقدمت للمحاكمة اعتبروها مجنونة وحطها المستشفى وبعد كده تخرج تعيش حياتها. بس هي فعلا تعبانة. مالا تعبانة مالا بتاع. هي فين يا مفيد؟ هي فين؟ معرفش. ما تعرفش؟ المريضة اللي كانت في 104 فين؟ معرفش. أمال أنا اللي أعرف؟ كلمي الأب يقفل الأبواب. تعالى بس اوعى يا مفيد اتفضل. هتلاقيها يا مفيد. لو ما لقيتهاش هغير